إنسان فقد ابنه مثلا ماذا يفعل؟ هذا لحظة الموت يحدث أخي الحبيب، ستشاهده لحظة الموت، الملائكة ستقول لك هذا الكلام: أنا أجتهد بالدعاء لهذا الابن ليفرح بدعائي له، ربما أغفل فهو ذكرني، فموته ذكرني وبالتالي يصله الأجر. افعل بعض الخير وهب ثوابه له، سيفرح وهو في عالم البرزخ. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، كيف تفرح من مات لك بهذه الطريقة؟ كل واحد منا أيها الأحبة لابد أن يفقد أحبته ذات يوم، لأن الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. كلنا سنفارق أحبتنا ونفارق هذه الحياة، ولكن أيها الأحبة، الإنسان الذكي الذي يعرف كيف يفرح لحظة الموت، والذي يعرف كيف يفرح من يحب بعد الموت، إنسان على سبيل المثال فقد ابنه في مرض، في حادث، في زلزال، أسباب الموت كثيرة. الله تعالى يقول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فهذا الموت أخي الحبيب لابد أن تصادفه ذات يوم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنسان فقد ابنه مثلا ماذا يفعل؟ كل يوم يجلس ويحزن ويتذكر حركات هذا الابن وأقوال هذا الابن وصورة هذا الابن، ويعيش مع هذه الذكريات، مع العلم أن الابن لا يستفيد شيئا من هذا العمل. الابن هو بحاجة لدعائك، ودعاء الأب مستجاب، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى للأبوين قيمة عليا في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر، وضع الإحسان للوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى مباشرة. لذلك أنا سأبحث معك اليوم في أشياء تجعل ابنك يفرح وهو في قبره. أول شيء أخي الحبيب الدعاء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. أيضا يمكن أن نقول: أب صالح يدعو له، يصل هذا الدعاء. ودعاء الأب قد يكون مستجابا أكثر من دعاء الولد، لأن الله أوصى بالأبوين كما قلنا. دعاء الإخوة مستجاب، أي دعاء تدعوه للميت يصله ثواب هذا الدعاء إذا كان هذا الدعاء بإخلاص. فإذا أنا بدلا من أن أجلس وأتذكر وأضع هذه الصور أمامي وأتذكر هذه المشاهد وهذه المواقف وهذه الذكريات، لا، أنا أجتهد بالدعاء لهذا الابن ليفرح بدعائي له، ليأنس بدعاء له، لأن هذا الابن إذا كان مؤمنا إن شاء الله يعني له ما يشتهي وهو ميت. والآية التي أكررها دائما يجب أن نحفظها جميعا أيها الأحبة، لأننا سنعيش هذا الموقف إن شاء الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا لحظة الموت يحدث أخي الحبيب، ستشاهده لحظة الموت، الملائكة ستقول لك هذا الكلام:
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما يدعيه الإنسان أو يشتهيه أو يطلبه يحققه الله له. فهذا الابن يحتاج أن يأنس بدعاء أبيه أو أمه أو إخوته أو أبنائه أيضا أو كل من هم محيطون به. فالدعاء رقم واحد. الشيء الثاني القرآن، لأن قراءة القرآن فيها أجر عظيم، كل حرف بعشر حسنات. وبما أن هذا الإنسان الذي مات هو سبب في قراءتك للقرآن سيأخذ أجرا كما تأخذ أنت. لماذا؟ لنفرض إنسان ذكرك بالله فقلت سبحان الله، أخذت حسنة عليها، والحسنة الواحدة انظر معي خير من الدنيا وما فيها، حسنة واحدة. فبما أن هذا الإنسان الذي مات كان سببا في أن يجعلك تقرأ القرآن له أجر أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الميزان بالذرة يوم القيامة. وبالتالي أنت أي شيء تتسبب به تأخذ أجرا عليه إذا كان خيرا، وإذا كان شرا تأخذ وزرا عليه. وبالتالي أخي الحبيب، قراءة القرآن أنا شخصيا أستيقن أن ثوابها يصل لهذا الإنسان الذي فارق الحياة، لأنه ربما لو لم يفارق الحياة ربما لا يخطر ببالي أن أقرأ القرآن بهذا الشكل، ربما أغفل، فهو ذكرني، فموته ذكرني وبالتالي يصله الأجر. العمل الثالث الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، صدقة جارية. والصدقة الجارية أخي الحبيب ليس من الضروري أن تتركها أنت. أنت قد تترك أبا، قد تترك أبا أو أما وراءك، أم تدعو لك، تتوجه إلى الله وهي تدعو لك بالرحمة، تدعو لك بالفرح. فهذه الأم التي تدعو لك بالخير وتقرأ القرآن وتهب ثوابه لك وتتصدق على نية أن يصل ثواب هذه الصدقة لك، لأنك أنت كنت سبب في هذه الصدقة، ثق تماما يصلك ثواب هذه الصدقة. وأي نوع من أنواع الصدقات يتقبله الله بشرط واحد، هو الإخلاص، ليس المباهاة والمراءة والمفاخرة بين الناس، لا، صدقة تكون بينك وبين الله. وأذكرك هنا أخي الحبيب أن أفضل أنواع الصدقة هي صدقة السر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها تطفئ غضب الرب، من أهم أنواع الصدقة. تصدق ولا تكلم أحدا ولا تنتظر شكرا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبالتالي أخي الحبيب هذا الأمر ينبغي أن تقوم به الآن، حتى لو كنت ناسيا تتذكر عندك أب ميت أو ابن أو أخ أو عم أو قريب أو جار أو صديق، افعل بعض الخير وهب ثوابه له، سيفرح وهو في عالم البرزخ. العمل الرابع أخي الحبيب، قلنا الدعاء، قراءة القرآن والإكثار من القرآن طبعا، والصدقة. العمل الرابع أعمال البر، لأن أعمال البر كما تعلمون تأتي لتدافع عن صاحبها في قبره، لتحاجج عن صاحبها، تقول للملائكة أن لا يسألوه من قبل رجليه، لأن من قبل رجليه تأتي أعمال البر، الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والقرآن من فوق رأسه، وأعمال البر من حوله من رجليه. فإذا أعمال البر ضرورية جدا. فأعمال البر سبحان الله تعتبر أعمال البر لا نهائية.
تبدأ من ابتسامة تتبسمها في وجه إنسان كنت ستغضب لو رأيته، ولكنك تتبسم لأنك تذكرت أن ابنك الذي مات ستلحق به، والحياة لا تستحق أن تغضب من فلان أو تشتم فلان أو تتكلم على فلان. الحياة تستحق أن تتسامح وتعفو وتبتسم. هذه الصدقة التي ذكرك ابنك أو موت ابنك ذكرك بها، لك صدقة وله صدقة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة؟ طب أنا عندما أتبسم في وجه أخي لي صدقة. فإذا كان تذكرت موت هذا الابن وقررت أن أعفو عن هذا الإنسان الذي أساء لي وتبسمت في وجه، هذه الصدقة يأخذ نصيبا منها. أعمال البر أن تساعد إنسان، أن تعفو عن إنسان، أن تحسن إلى إنسان، أن تقدم خدمة لإنسان، كل هذه أعمال بر. الآن هذه أربعة أعمال يصل ثوابها للميت. طبعا نحن نقول إن شاء الله، لأن الله يقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعني هذا الإنسان نتمنى أن يكون قد مات على نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد، ونسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عنه. بالإضافة لهذه الأعمال التي قلناها، أنا أتوقع وبل أجزم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، والله يوصل ثواب هذا الدعاء والقرآن والصدقة وأعمال البر له، لأن الله هو الذي تعهد بذلك. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. فأنت تدعو: يا رب ارحم هذا الشاب الذي مات، أو هذا الابن، أو هذا الأب، أو هذه البنت. والله لن يردك الله خائبا، لأنه هو أرحم الراحمين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي قال عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.